حدثنا سريج حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وهي أيام أكل وشرب. حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حبيب عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيمين قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق فذكر نحوه وقال إن هذه أيام أكل وشرب. حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال ثنا زيد بن الحباب قال حدثني الوليد بن المغيرة المعافري قال حدثني عبد الله بن بشر الخثعمي عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. قال فدعاني مسلمة بن عبد الملك فسألني فحدثته فغزا القسطنطينية